أهلا بكم من جديد. إلى الشأن الصيني، حيث أنهى الجيش الصيني مناوراته العسكرية في محيط تايوان والتي أجرها على مدار 3 أيام متتالية. وزارة الدفاع التايوانية أعلنت عن رصد 9 سفن حربية و59 طائرة صينية حول الجزيرة، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رصدت هي مقاتلات وقاذفات. إلى ذلك، أظهرت لقطات نشرها الجيش الصيني حاملة الطائرات تشاودينغ تشارك في تدريبات دولية على الاستعداد القتالي. نتابع. ومع تزايد المخاوف التايوانية، تواصل تايبي وضع قواتها في حالة تأهب قصوى، فقد شهدت طائرات مقاتلة تايوانية تقلع وتهبط في قاعدة جوية شمال الجزيرة، بينما تواصل الصين سلسلة من التدريبات العسكرية لمحاكاة الضربات على تايوان. TRA's recent harassment with their assets has destabilized the region. This time, President Tsai's visit became their excuse to conduct exercises. And their actions have severely jeopardized the security of the surrounding region. With no intention to escalate the situation, the DRC Armed Forces will uphold our sovereignty and maintain our national security in a composed, rational, and thoughtful manner. Meanwhile, our air defense units have remained on high alert. They closely monitor every possible target and react to contingencies accordingly. وبالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر في محيط جزيرة تايوان، الولايات المتحدة تتحرك عسكريا في بحر الصين الجنوبي، فقد كشفت البحرية الأمريكية أن المدمرة ميليوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزيرة سبراتلي، في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية. وبحسب البحرية الأمريكية، فإن العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي. في المقابل، نددت الصين بتوغل مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي، وأعلن الجيش الصيني أن تحركات المدمرة الأمريكية ميليوس في بحر الصين الجنوبي محل رصد ومتابعة. وبالتزامن أعلنت الصين عن استمرار تدريباتها العسكرية في مضيق تايوان اليوم الثالث. الجيش الصيني أكد أيضا أن طائرات حربية تحمل ذخيرة حية أجرت محاكاة لضربات قرب تايوان بمشاركة حاملة الطائرات تشاندونغ. وفي ظل هذا التصعيد، أعرب السناتور الجمهوري الأمريكي لانسي جراهام أعرب عن مخاوفه بشأن حصار صيني محتمل لتايوان، مؤكدا أن ذلك يمثل اختبارا للولايات المتحدة قد يتماشى مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024. السناتور الأمريكي أكد أن الوجود الأمريكي المتزايد في المنطقة يمكن أن يهدئ التهديدات الصادرة من روسيا والصين معا. منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية تسعى جزيرة تايوان للاستقلال عنها، فما حجمها مقارنة بالبر الصيني الرئيسي، وما أبرز الاختلافات الجغرافية والديموغرافية أيضا بين الطرفين؟ نتابع. هنا في جنوب شرق الصين تقع جزيرة تايوان. قبل 1949 لم يكن هناك خلاف على تبعيتها للبر الرئيسي الصيني، حتى حكم الحزب الشيوعي وفرت حكومة جمهورية الصين إليها، وهناك تم تأسيس دولة تايوان غير المعترف بها دولياً. يمتد البر الرئيسي الصيني على أكثر من 9,562,000 كيلومتر مربع، أما جزيرة تايوان فتبلغ مساحتها 35,980 كيلومترا مربعا. كل من الصين وتايوان تتحدثان الصينية، ويبلغ عدد سكان الصين 1,400,000,000 شخص، أما تايوان فيسكن فيها 23,500,000 شخص. تتمتع تايوان بنظام حكم ذاتي يعتمد نظاما شبه رئاسي، أما البر الرئيسي فيتبع لنظام الحزب الواحد الشيوعي، وتستخدم الصين عملة اليوان، بينما تايوان فتتعامل بالدولار التايواني الجديد منذ نهاية الأربعينيات. وبلغت نسبة الهجرة من البر الرئيسي 0.11% مقابل 0.85% في جزيرة تايوان طبقاً لموقع وورلد داتا.
ويحتل الجيش الصيني المرتبة الثالثة بين أقوى جيوش العالم، بينما الجيش التايواني في المرتبة 23. من القاهرة عبر الأقمار الصناعية معي السيد حسين إسماعيل الباحث في الشؤون الأسيوية للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك معنا سيد حسين. إذن كيف نفهم هذه المناورات الصينية الأخيرة؟ هل ربما باعتبارها الأقوى، دعني أقول أو الأكبر، هل يمكننا أن نقول بأن الصين نوعا ما هي تمهد لغزو تايوان، أم أنها فقط رسالة موجهة للغرب في الوقت الحالي؟ يعني من الصعب الإجابة القاطعة على هذا السؤال، ولكن كما تفضلتم هذه المناورات هي الأكبر والأكثر تنوعا والأكثر دقة وتحديدا، وأيضا من الجانب الصيني الأكثر يعني حدة في التعامل مع هذه القضية. بالتأكيد كما نعلم هذه المناورات جاءت ردا على الزيارة أو المرور أو العبور الذي قامت به السيدة تساي يونغ وين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و تأتي بعد شهور قليلة في الحقيقة من مناورات سابقة عندما زارت نانسي بيلوسي تايبيه. وبالتالي الصين في من خلال هذه المناورات تؤكد موقفها، وهو أنها لا تعترف بأي إجراءات يمكن أن تقوم بها السلطات التايوانية في محاولة لكسب دعم دولي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. الصين تقول أنها قادرة على تحقيق الأمر، وهو إعادة تايوان إلى بر الصين الرئيسي أو إلى الوطن الأم كما يقولون في الصين، وأن لديها القدرات، وأن هذه هي محاكاة، هذه هي تجربة، هذا هو نموذج لما يمكن أن يحدث إذا قررت الصين أن تلجأ إلى الحل غير السياسي أو الدبلوماسي. برأيك هل يمكن للصين في ظل كل التوترات والتصعيد الدولي على المستوى الدولي أن تلجأ إلى اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي، وربما الضغط على واشنطن بشكل أكبر بفتح جبهة جديدة غير الجبهة الأوكرانية؟ الحسابات هنا مختلفة. ربما الصين تنظر إلى الوضع الدولي الآن على أنه يعني مناسب إلى حد كبير للقيام بهذه الخطوة، ربما ترى الصين أنه ليس الوقت المناسب، ولكن على أي حال الأمر يتعلق بأن الصين تقول أن لديها القدرة على اللجوء إلى ما تسميه الخيار غير السلمي أو الوسائل العسكرية لإنجاز مهمة إعادة توحيد الوطن الأم، ولكن لا يستطيع أي محلل أن يعني يتوقع أن تكون هذه تجربة لهجوم وشيك على تايوان، أو أنها مجرد محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. هناك العديد من العوامل التي تدخل في اتخاذ هذا القرار، وحتى شكل هذه المواجهة. يعني الصين، هل الصين عندما تقرر اتخاذ هذه الخطوة هل ستلجأ إلى مواجهة على هذا النحو الشامل برا وبحرا وجوا، أم ستلجأ إلى وسائل أخرى؟ كل هذا لا يمكن الحديث عنه الآن. وسائل أخرى ماذا تعني هنا سيد حسين؟ يعني أنا أتصور أن الصين من خلال يعني محاولاتها الدبلوماسية والسياسية، لا ننسى أن رئيس تايوان السابق كان في زيارة للصين تزامنت مع زيارة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك محاولات لإقناع المواطنين التايوانيين بأنه من الأفضل لهم العودة إلى الوطن الأم دون الدخول في نزاعات. الوسائل الأخرى هي التضييق على الجزيرة من حيث تقليص الفضاء الدبلوماسي، وكما لاحظنا أن العديد من الدول التي كانت تقيم علاقات مع تايوان حولت علاقاتها الدبلوماسية إلى بر الصين الرئيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية. محاولة خلق نوع من الإقناع لمواطني تايوان بأنه ليس من مصلحتهم اللجوء أو السير في هذا الطريق، طريق الانفصال والاستقلال، وأيضا في ذات الوقت استخدام جزئي للقوة الخشنة أو القوة العسكرية. طب بالنظر إلى الوضع في تايوان، هل يقتنع أو ينظر التايوانيين إلى الأمر بنظرة الصين، أو كيف تحاول الصين أن تروج إلى الأمر في الجزيرة، أم أنهم مستمرون بالمعارضة وسيستمرون أيضا بالمطالبة بالاستقلال؟ بالنسبة للحزب التقدم الديمقراطي الذي تنتمي إليه السيدة تساي يونغ وين،
هو هذا الحزب له موقف واضح من رفض مبدأ دولة واحدة للصين أو دولة واحدة ذات نظامين، وهم أيضا لم يعترفوا بما يسمى بتوافق عام 1992، والذي يعني في أحد بنوده ينص على أن الصينيين سواء في تايوان أو في بر الصين الرئيسي ينتمون إلى دولة واحدة. ولكن على الجانب الآخر، أعضاء حزب الكومنتانغ أو المنتمون إلى حزب الكومنتانغ أو الحزب الوطني الصيني ليس لديهم هذه النزعة الانفصالية الشديدة التي لدى أعضاء حزب التقدم الديمقراطي. ولكن في نهاية الأمر هناك حالة من عدم الاتفاق في الحقيقة بين أبناء تايوان في كيفية التعامل مع هذه القضية. ربما هناك نزعة إلى حد ما متطورة مدعومة بدعاية يقوم بها السياسيون من الحزب الديمقراطي التقدمي الديمقراطي بأن تايوان دولة مستقلة، ولكن الواقع يقول أن تايوان التي ليست عضوا في الأمم المتحدة، تايوان التي لا تنتمي إلى ليست عضوا في أي منظمة دولية إلا تحت عنوان تايبي الصينية، الفضاء الدبلوماسي الذي يتقلص يوما بعد يوم، قدرات الصين المتصاعدة، قدرات الولايات المتحدة الأمريكية المتآكلة، كلها عوامل تجعل المواطن في تايوان يعيد النظر في مسألة إعادة التوحيد مع بر الصين الرئيسي. سيد حسين إسماعيل الباحث في الشؤون الآسيوية، كنت معي مباشرة من القاهرة عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمواكبة آخر التطورات والأحداث السياسية، معي أنا دينا فياض.